ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة الكاتب فيديو جديد، والنهاردة الفيديو هيكون عن كبسولة جودي الكورونا. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات. يلا نبدأ. اول حاجة، الفيروس دوت انطلق من سوق الاسماك في مدينة ووهان في وسط الصين، والفيروس دوت بيسبب مرض شديد جدا في الرئتين، والفيروس دوت من الفيروسات اللي عنده الحمض النووي الريبوزي، والتكوين الوراثي دوت بيسمح بالتكاثر بسرعة داخل الخلايا، وكمان بينتشر بسرعة جدا ما بين البشر، ودوت بيهدد بحدوث خطر الوباء العالمي. وبيقولوا ان الفيروس دوت انتشر للبشر عبر الأفاعي والخفافيش، والأعراض الإصابة بالمرض ده هي السعال الجاف وارتفاع درجة حرارة الجسم، انا حاسة ان انا سخنة قوي، وكمان صعوبة التنفس، انا مش عارفة اخد نفسي. هي الحفاظ على نظافة اليدين. تاني حاجة، تغطية الفم والانف عند السعال والعطس. تالت حاجة، الابتعاد عن الاشخاص الذي تظهر عليهم اعراض المرض. رابع حاجة، ارتداء كمامة في الأماكن العامة، وملحوظة للكمامة استعمال واحد فقط. خامس حاجة، البقاء في المنزل إلا في الضرورة، ولو اضطريت إنك تنزل خلي ما بينك وما بين الشخص اللي قدامك مسافة أمان. وإن شاء الله ربنا يحفظنا جميعا، وطبعا الوقاية خير من العلاج. والسلام عليكم. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. وده كان الفيديو، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، وربنا يحمينا كلنا من الفيروس الخطير دوت. والسلام عليكم. ومتنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل فيديو انا بعمله جديد. وسلام.